طيب الله أوقاتكم بكل خير أعزائي المشاهدين، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صوتكم، صوتكم الذي يصل عبر شاشة الرافدين. نستقبل اتصالاتكم ورسائلكم القصيرة عبر خدمة الواتساب وعلى الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة حول آخر المستجدات على الساحة العراقية. وفي البداية نوجه عناية السادة المشاهدين الكرام إلى أن التردد الجديد لقناة الرافدين الفضائية هو 1072 7 1072 7 على مدار القمر نايلسات، لذا يرجى من متابعينا ضبط أجهزة الاستقبال على التردد الجديد. حكومة مصطفى الكاظمي تلزم المواطنين في المناطق المحيطة بالمنطقة الخضراء بتوقيع تعهدات خطية من سكان بغداد بالإبلاغ عن مطلقي الكاتيوشا، وفي حال عدم الإبلاغ يتعرض السكان للمحاسبة. يعني شايفين هيش حكومة وهيش أجهزة أمنية في كل العالم؟ يعني أنتوا ما قدرتوا على الميليشيات اللي تعرفوها اللي تطلق الصواريخ تريدون تذبوها برأس المواطن المسكين؟ خلونا نقرأ تفاصيل الخبر كما جاء في صحيفة العربي الجديد، حيث كشفت مصادر أمنية حكومية في بغداد اليوم الثلاثاء عن أخذ تعهدات خطية من سكان أحياء قريبة من المنطقة الخضراء ومطار بغداد الدولي بالإبلاغ عن مطلقي صواريخ الكاتيوشا وأي تحركات مشبوهة، وذلك في خطوة جديدة تشير إلى عدم ارتياح الحكومة في العراق للهدنة التي أعلنت عنها ميليشيات موالية لإيران بشأن وقف استهداف المصالح الأمريكية في العراق. بحسب مسؤول عسكري في قيادة عمليات بغداد، فإن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وافق في وقت سابق على مقترح أخذ تعهدات خطية من سكان أحياء ومناطق عدة قرب المنطقة الخضراء ومطار بغداد بإبلاغ الأمن عن مطلقي صواريخ الكاتيوشا أو أي تحركات مشبوهة لأفراد الميليشيات في تلك المناطق عبر الخط الأمن الساخن أو أقرب نقطة أمنية في المنطقة. كم مقطع شفناه صورته كاميرات المراقبة، السيارة واقفة تطلق الصواريخ من يوم سيطرة الشرطة وسيطرة تابعة للحكومة، ليش قدروا يفكون حلقهم؟ والله عجيب غريب. المسؤول لفت إلى أنه تم فعلاً أخذ تعهدات خطية من سكان الكرادة والنهضة وحي الجهاد وحي العامل والرضوانية وحي الحسين والعلاوي والصالحية ومناطق أخرى شهدت تنفيذ هجمات ضد المنطقة الخضراء ومطار بغداد، مؤكدا بأن التعهد يقضي بأنه في حال لم يتم إبلاغ الجهات الأمنية فإنه سيتم إخضاع جميع سكان المنطقة القريبين من مكان إطلاق الصاروخ للمساءلة. أوضح بأن الجهات الأمنية المختصة سيرت دوريات مكثفة في غالبية مناطق الكرخ في بغداد من أجل دفع المواطنين للتوقيع على هذا التعهد، وخصوصا المناطق التي فيها ساحات فارغة فهي دائما ما تكون قواعد لشن الضربات الصاروخية. أضاف بأن بعض المواطنين أبلغونا خشيتهم من الإبلاغ عن خلايا الكاتيوشا خوفا من ملاحقتهم أو الاعتداء عليهم أو حتى تصفيتهم جسديا من قبل عناصر الميليشيات، خصوصا بأن بعض المواطنين ليست لديهم ثقة تامة بسرية تعامل القوات الأمنية مع المعلومة، وهذا ما يشكل خطورة حقيقية على حياتهم
لكن المواطنين في مناطق التجاوز أجبروا على هذا التعهد بعد التهديد بإزالة منازلهم في حال الرفض. طبعا هذا الإجراء كما جاء في صحيفة العرب الجديد يعني يذكرنا ويرجعنا إلى عام 2005 وما تلاها، حينما كانت قوات الأمن تطلب من المواطنين التوقيع على تعهدات بالإبلاغ عن أي مخطط لعمليات مسلحة ضد الجيش الأمريكي. يعني السبت الماضي أعلنت مجموعة من الميليشيات في العراق المدعومة من إيران أطلقت على نفسها اسم الهيئة التنسيقية للمقاومة العراقية بأنها قررت منح فرصة مشروطة للولايات المتحدة لتنفيذ قرار خروجها من العراق، وبررت خطوتها تلك بأنها جاءت استجابة للجهود التي قامت بها بعض الشخصيات في هذا الإطار. يعني أنت تحمل المواطن، أنت عندك قدرة تفتر على مئات الألوف من المواطنين وتوقعهم على تعهدات، الناس تخاف على نفسها وعلى عوائلها، توقع عندك هاي القدرة، توقع كل هذه الآلاف المؤلفة وما عندك قدرة تلقي القبض، وعندك آلاف الكاميرات، وعندك آلاف مؤلفة من الجيش والشرطة والأمن والمخابرات والاستخبارات وهذه الكاميرات المنتشرة في بغداد، تجي تحمل المواطن المسكين. لعد أنت إذا هيك لعد حل وزارة الدفاع والداخلية وخلي المواطنين هم طيهم رواتب هم يحفظوا لك الأمن. يعني هزلت، والله هزلت، وصلنا إلى هاي الدرجة. لا، وإذا ما تبلغون أنت تتحمل المسؤولية وأنت تتحاسب. هاي حكومة مصطفى الكاظم اللي بعض يعول عليها. زين، شو العلاقة المواطن؟ أنتم ميليشيات منضوية تحت ما يسمى، ما شاء الله شكبرها الكلمة، القائد العام للقوات المسلحة، ما تقدر توقفهم، تجي على المواطن المسكين. يعني أوكي، هو شافه وطبق سيارته وأطلق الصواريخ، من يقدر يحكي وياهم؟ ميليشيات تذبح وتصلخ، أنت ما قدرت عليهم، يوميا طالع للتصريح أنت والمتحدث مالتك، متحدث باسم مصطفى الكاظمي أو المتحدث باسم وزارة الدفاع والداخلية، لقد توصلنا إلى خيوط، لقد توصلنا إلى خيوط مهمة. وبعدين تعرفوهم عز المعرفة منهم، وألقيتوا القبض على قسم منهم قبل حوالي شهرين بالبعيثة ببغداد، وغصبا عنكم أطلقتوا سراحهم. شو العلاقة المواطن؟ يعني هاي اليوم أنا أقرأ الخبر والله تضحك تستغرب، صدق وصلنا إلى هذه المرحلة؟ تعال يا المواطن، إذا ما تبلغ على مطلقي الصواريخ ترى نحاسبك أنت. شنو هاي؟ هاي بالأنظمة الدكتاتورية هم ما صارت هيك، ما صارت هيك، ولا عند العصابات. أنت شنو وظيفتك العاد؟ أنت هاي المليارات من الدولارات اللي قاعد تصرفها على الأجهزة الأمنية والتحالف الدولي يدعمكم والعالم كله يدعمكم، بس يريد يوقفوكم على رجليكم من العام 2003 ولغاية الآن، وما دبرت ولا ملف لا أمني ولا اقتصادي ولا اجتماعي ولا 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 إلى آخره. تريد تذبها برأس المواطن؟ والنوب رايحين على اللي قاعدين بالتجاوز، إذا ما تتوقعون على التعهد وما تطونا إبلاغ ترى نطلعكم من هذه المنطقة ونفلش البيوت. وهذا طبعا صار، يعني التفليش المحلات وبعض البيوت راح نتكلم عليه بالتفصيل في حلقة يوم غد إن شاء الله. طبعا وفقا لبيان تداولته وسائل إعلام محلية عراقية صادر عما تسمى الهيئة التنسيقية للمقاومة، فإنه تقرر إعطاء القوات الأجنبية في العراق فرصة مشروطة احتراما للجهود التي قامت بها بعض الشخصيات. وأكدت الهيئة بأن الفرصة مقرونة بوضع جدول زمني لتنفيذ قرار البرلمان بإخراج تلك القوات من العراق، محذرة في الوقت نفسه مما سمت المراوغة والتسويف في الانسحاب. يعني هذا التسجيل وهذا البيان وصل لوسائل إعلام، ومن ضمنها وسائل إعلام حكومية تابعة لكم، ما قدرتوا توصلون بهذه الخيوط مالتكم توصلون إلى 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 هذا البيان. طبعا ضم هذه ما تسمى الهيئة التنسيقية للمقاومة ميليشيا حزب الله والنجباء والعصائب والخرساني وسيد الشهداء والطفوف وفصائل مسلحة أخرى تتلقى دعما من إيران وتتبنى علنا التصعيد ضد الوجود العسكري الأمريكي في العراق. معنا اتصال،
صباح من بغداد. تفضل صباح. السلام عليكم أخ أمار. وعليكم السلام أخي صباح. نعم. حياك الله. وقعت على التعهد لو ما وقعت؟ والله بعد ما اجانا سر نوقع على تعهد يعني مع الاسف والله الدوله يقولون احنا دوله وحكومه وصلوا لهاي المرحله المزريه ان يوقعون المواطن البسيط اللي هي الدوله المفروض هي توفر له الامان من بطش الميليشيات السائبه. يعني الحكومه مصطفى الكاظمي من كان على المخابرات يعرف هم منو اصحاب الكارتيوشه جماعة ربع الله اللي هم يضربون المنطقة الخضراء وكل القصف اللي تم إصابات غير دقيقة لأن هم مو أهل إن يضربون أمريكان. يعني هم اللي جابوهم الأمريكان وطوهم الذريعة الأمريكان بوجودهم بالشارع العراقي وتحت القانون وأعلى سلطة يمتلكوها هي رئاسة الوزراء. حاليا هم أمريكا يعني مع الأسف همين على الأمريكان مطيهم مجال، لكن رئاسة الوزراء مصطفى الكاظمي يعني شنو دوره شنو دوره؟ يعني مصطفى الكاظمي يعرف ان الحشد الشعبي هو وراء هذا القصف كله، وكل العراقيين في جنوب العراق بشماله بوسطه يعرفون ان الحشد الشعبي وفصائل من ضمنه محدوده اللي هي وراء اطلاق الصواريخ على السفارات الاجنبيه، مو نقول بس الامريكان الامريكيه ولا المطار مطار بغداد، كل السفارات مهدده. حزب الله وسرايا السلام ومنظمة بدر والعصائب هم ذول الأربع فصائل الرئيسية هم وراء هاي القصف اللي جاي نشوفه احنا. واكثر مو دقيق شفنا ذات يوم عائلة عراقية آمنة ضربت وراحم سبعة نفرات من عدها. هذا المواطن يعني اللي يريده كتب تعهد. نعم اي مواطن شو العلاقة بالملف الامني؟ عنده بوزارة الدفاع استخبارات وامن، وعنده بالدفاع استخبارات عسكرية، وعنده قيادة عمليات بغداد، هذا واجبها، واجب امر فوجي اللي ياخذ رشاوي وياخذ عتاوات وياخذ خاوات من الناس، القطع مثل ما نقول حي الجهاد او اي منطقة، امر فوجي موجود، هو مسؤوليته، عنده سرايا ومنتشرة السرايا وتعرف من اللي السيارات العجلات اللي بدون ارقام الطب تقصف المنطقة الخضراء، وحتى بالدورة والبعثة وشفنا احنا اكثر من حالة. والمواطن البسيط صدقني استاذ عمر ما يقدر يحكي. يعني انا هسه اذا اشوف مثلا جماعة الحشد العصائب او حزب الله وغيرها واشوفهم ضربهم صواريخ وبلغت عليهم الدولة، الدولة ما راح تحميني، الدولة ما تحميني من 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 ما بعد ما ابلغ ايش راح يصير. احنا نعرف الانسان هذا راح ينخطف ليبلغ، ينخطف ويتم يعني تصفيته بالحال. يقول لك احنا مجاهدين صرتوا على السفارة حاليا، ليش ما جاهدتوا قبل؟ ليش انتوا تلعبون هسه بالملف الامني بما يخدم مصالح دولة ايران؟ ما يخدم مصالحكم انتوا. هذه المواضيع اللي قصف السفارة بالوقت الحاضر، احنا العراق حاليا ممزق، المفروض اللحمة الوطنية وطلبات المتظاهرين، المفروض رئيس الوزراء يلتفت على ملف الخدمات، ما يلتفت على ملف أمني، ما يقدر يديره ولا يقدر يتقدم خطوة للأمام به. ليش؟ لأن المالكي والدولة العميقة هاي اللي يدير الحكومة العلنية، حكومة المالكي لحد الآن مستمرة من مقتدى الصدر على هادي العامري على قيس الخزعلي على أبو فدك هاي جاية جديد اللي هم دمروا العراق، يريد يسوون حرس ثوري ثاني ويخلون وزارة الدفاع وزارة الداخلية مهمشات. وين الأمن الوطني؟ الأمن الوطني شنو دوره بالمعلومات والمخابرات وغيرها اللي يقصفون؟ يعرفون الحكومة تعرف ورئيس الوزراء يعرف أن أكو فصائل بالحشد هي اللي تقصف وهي اللي تضرب المواطن، شلون تجون تحملونه؟ لا بطاقة تموينية لا خدمات لا وظائف لا توفير أمان، كل شيء ماكو، تجي تحملة توقعها على شنو؟ شنو دوركم انتو؟ شنو دور المنتسب بوزارة الدفاع يستلم راتب مليونين وشوية ومليونين إلا، وزارة الداخلية يستلم 1,600,000، تستلمون المنتسبين من غصبا عنهم يوفرون الأمان، وغصبا عنهم هي الداخلية والدفاع والأجهزة الأمنية توصل المعلومة مثل ما هي مثل ما يعرفها الشارع العراقي بالجنوب وبالشمال وبالوسط. نعم زين أخي صباح، أخي صباح يعني شو نفسر هاي خطوة تعال للمواطنين وقعوا تعهدات وإذا ما تبلغون على مطلقي صواريخ الكاتيوشا راح تتحاسبون، يعني شو فسرها؟ غباء من من قبل الحكومة لو فرارة حتى يقولون للأمريكان عبالهم تعبر على الأمريكان يا بترى احنا دا نشتغل على مطلقين الصواريخ الكاتيوشا وشوفوا هاي جهودنا وإلى آخره، شو فسرها؟
من رئاسة الوزراء في سبيل يحملون العبء على المواطن قد ما هو متحمل، في سبيل يبعدون الشبهات، يريدون إعلاميا ويقشمرون الناس أن الحشد الشعبي الفصائل اللي بارزة به مو وراء الكاتيوشة، لكن هذا ما حد راح يصدق بيهم، يعني يضحكون على الناس، يعني العالم اللي قاعده حتى بالتجاوز وبحي الجهاد وغيرها واطراف بغداد ما يخصهم ضرب الكاتيوشا، اللي يهم المواطن هذا يهمه قوت يومه بس عيشته، اللقمه اللي ياكلها اله والجهاله اللي صارت هسه حاليا حاصره منها وباء كورونا ومنا التظاهرات ومنا الدولة واقفة عاجزة الميزانية صفروها كلها لإيران كل السنوات الماضية. إيران ليش قاومت لحد الآن مقاومة ما انهارت اقتصاديا من وراء هاي العملة والاضطرابات اللي تصير عندها؟ لأن احنا ميزانيتنا مفتوحة للجارة السوء إيران بظل العبادي وعادل عبد المهدي وحاليا مصطفى الكاظمي ما يقدر يغرد خارج السرب اللي قبله من رؤساء وزراء استلمام، ما حد حاسب الميليشيات القذرة ما حد قدر يحاسبها من رؤساء الوزراء، لا حيدر العبادي ولا عادل عبد المهدي ولا المالك اللي هو أسسها ولا مصطفى الكاظمي، كلهم ساكتين. مصطفى الكاظمي لو جاد كان حادثة البعيثة ومن اللي زموا الصواريخ ويضربون ومقر ومسوين مخزن مع الصواريخ اللي هانو من طلع داسم على صورته بالقنادر وتحدوه رئيس وزراء تنحط صورتك جوا أقدام حزب الله اللي ما نعرف أصولهم مين، يعني إذا مصطفى ما راح يسوي فشي مصطفى الكاظمي، والمواطن العراقي يريد يحملونه ما تسوي الميليشيات، واللي يبلغ من عندهم صدقني راح تيجي معلومات للميليشيات الطائفية ويجون يقتالونه ويعتقلونه مثل ما سوى مشكال الاغتيالات والحوادث اللي صارت الخطف وغيرها على ايد الحشد الشعبي. خلي نسمي بعد، يعني نطلب من قناتكم الكريمة وكل المتصلين ان يسمون المسميات باسمائها، يعني الميليشيات الطائفية لفضل ميليشيات حشد شعبي ولائي الى ايران، ونعرفهم من هو المالكي وكل الاسماء البارزة، حتى مقتدى الصدر من صار بالصف من مع الحكومة الظالمة الفاسدة بالضد من المتظاهرين الاشراف في جنوب العراق، يعني هذا جزء من عملية سياسية فاسدة سواء مقتدى صدر او غيره. فخلي العالم يسميهم حزب الله وبدر وسرايا السلام والعصائب وكل ذول يسميهم مسمياتهم، هم اللي ذول يريد يدمرون البلد. هذا اللي احنا عاملين به هو هذا الواقع. نعم نعم. يعني احنا من ننقل حدث إن كان عملية أو إطلاق صواريخ أو اختطاف، من يجي بالمصدر أنه الميليشيا الفلانية ننقلها مثل ما هي. أنا أشكرك أخي صباح من بغداد كان معنا، طبعا عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان بدر الزيادي اعتبر بأن مهمة ملاحقة وكشف خلايا الكاتيوشا هي من مهام القوات الأمنية وليست من مهام المواطنين، أوضح بأنه من واجب المواطنين الإبلاغ عن أي شيء مشبوه في الشارع، لكن دون أخذ تعهدات منهم فهذا واجب كل مواطن من ذات نفسه، وخاصة بأن هذا الأمر ربما يعرض حياة المواطنين للخطر. تساءل النائب كيف تستطيع الحكومة حماية المواطنين من السلاح المنفلت لخلايا الكاتيوشا وهي منذ أشهر تعمل على ملاحقتهم ولم تتمكن من كشفهم أو كشف من يقف خلف تلك الجهات؟ طبعا هم يعرفوهم عز المعرفة. ختم عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان بأن لجنته سوف تناقش هذا الإجراء خلال اجتماع موسع وسوف تتخذ قرارات، كما ستتم استضافة الجهات الأمنية المسؤولة على هذا الملف لتوضيح تفاصيل ما يجري بدقة. لو أتوقع التعهد، وإذا ما تبلغ على مطلقي كاتيوشا ترى تتحاسب، يعني هاي نكتة وفرارة جديدة. يعني ربما إحنا لو عندنا صح دولة وأجهزة أمنية وعدها تحقيق على الأرض بهذا الملف، هم أخذوا التعهدات على ملف إطلاق صواريخ الكاتيوشا، لو ألقوا القبض عليهم، هم يعرفوهم عز المعرفة بس ما يقدرون عليهم، لو ألقوا القبض عليهم ومن يطلع مثلا بيان من المتحدث العسكري أو المتحدث باسم رئيس الحكومة ويقول بأنه ونطلب من المواطنين التعاون مع الأجهزة الأمنية، بها باب وجواب، بس تعال أنت توقع على تعهد وتقول
إذا ما تبلغ على مطلق الكاتيوشها طبعا ورا ما أطلقوا عشرات الصواريخ وأكو بيوت تهدمت وأكو أرواح راحت بيها قبل أسبوعين سبعة من عائلة واحدة بالرضوانية في بغداد قرب مطار بغداد، ها ما حكوا بيها ما حكوا بيها، بس تعال يا المواطن وقع تعهد ما شاء الله على هيك إمكانية اللي تفتر هذه المناطق اللي حي الجهاد وحي الحسين والعامل والكرادة وغيرها، يوقعوهم تعهدات وما يقدرون يلزمون كم واحد يطلقون صواريخ الكاتيوشا. والله عابت على هيك أجهزة أمنية على هيك حكومة تعبانة والله العظيم، ما تستحون يعني، فضحتونا والله فضحتونا، الشعب عرفكم بس خليتونا مضحكة قدام الدول العربية وقدام دول العالم. معنا اتصال أبو عمر من بغداد، تفضل أبو عمر. حياك الله يا أستاذ. أهلا وسهلا بك، حياك الله أبو عمر. حياك الله وحيا الله قناة الرافدين. أهلا وسهلا بك أبو عمر، الله يخليك. هم لاحق التعهد لو بعد ما وصلك؟ والله أستاذ أبو أستاذ عمر يعني بالنسبة إحنا إن شاء الله يعني إذا وصلنا هيك التعهدات فإحنا الشعب هو اللي راح يدير الحكومة، مو الحكومة راح يدير الشعب في الحالة هذه. يعني الشعب راح هو اللي يصير مسؤول، هو اللي راح يعطي ضحايا، فالشعب راح يعطي يسلحونه، والشعب راح يصير يعني جزء من ضمن الميليشيات إذا وصلت الحالة هذه، إنه الشعب لازم يعطي تعهدات ويعطي اللي يضرب القوات الأمريكية والهيئات الدبلوماسية اللي قاعدة تنضرب هسه. فيعني هاي الأمور اللي أستاذ عمر يعني ما أعرف يعني شلون. طيب أنتم من تقولون إنه لازم الشعب هو يعطي يبلغ هو يقدم، زين أنتم قتلت المظاهرين اللي قتلوهم قطاعة الزرق أمثال أبو هاشم وأمثال الخزعلي وغيره وغيره، مو الشعب أو المظاهرين قالوا لكم يا بس فلان جهة فلان جهة اللي جاي تضرب بالمظاهرين واللي جاي تقتل واللي جاي تعقل، السويتوا لهم أستاذ عمر؟ ألو وياك. اي فسووا استاذ عمر من قبعات الزرق وميليشيات ابو هاشم اللي قتلت المظاهرين بالناصريه وبغداد وغيرها وغيرها. نعم. طيب انتوا يا وزاره الداخليه لقيتوا قبض عليهم؟ حاسبتوا احد من عندهم؟ على مود هسه بتقولون تعطون فد اهميه للشعب العراقي بانه لازم تبلغون الجهه اللي قاعد تضرب. طيب ما هي الشرطه الاتحاديه ومكافحه الارهاب هي دايما يدور المناطق الموجوده اللي يعني نقدر نقول على المطار عند سوره اللي هي متواجده وتعرف اماكن الانطلاق الصواريخ منين وتعرف الجهه اللي قاعد تضرب، بس هذا استاذ عمر يدل على خوفهم وعدم الشجاعه اللي يواجهون بها هاي الميليشيات. إذا واجهوهم وقالوا عنهم بأنه ولقوا القبض عليهم استاذ عمر، يعني تكون يعني فشي صعب عن الجيش أو الجيش العراقي أو الشرطة الاتحادية، يمكن هاي المجموعة اللي أبطت إذا راح تبطي الإخبارية يمكن ينقتلون نفس الساعة ونفس الساعة ويمكن يعني يعتقلون مشوفهم وين ما راحوا، ولأنه هذا السبب أستاذ وزارة الداخلية هو منو بدايرها غير أمثال هادي العامري وغير هادي العامري اللي هو داير وزارة الداخلية واللي هي بقيادته، فاش تترجى من هيك شخص إدارته وماخذ هذه الوزارات اللي هي أهمية بالدولة هيك ميليشيات، كيف انه يقدرون يقدمون يعني الخدمه للشعب العراقي؟ فهذه ما ممكن استاذ بوجود هذه الميليشيات وهذه الاحزاب وهذه القيادات الفاشله، ما ممكن ان تعرف بنفسها او تعطي بنفسها الخطا، دائما تحاول تبعد الخطا عنها، ويعني مثل ما اللي صارت طرف ثاني وطرف ثالث في المظاهرات والقناصين، فتبعد النظر عن نفسه وتبعد الشبهات عن نفسه، يعني سبق انه صارت هاي الامور يعني زي صار طرف ثاني وثالث ورابع. طيب من تكون هاي الاطراف اللي موجوده وجودكم شنو بالحكومه؟ شنو بالحكومه وجودكم؟ شنو وجودكم؟ طيب اذا انتم ما تقدرون على كم مجموعه ارهابيه هي من عندكم وبيكم؟ من عندكم وبيكم هي هاي الميليشيات
وقادة الأحزاب اللي هي نفسهم تقعدون على طاولة واحدة وعلى مقعد واحد، فما ممكن تحاسبون بعضكم. أنتوا كلكم كل هاي الحكومة وكل سلطة الأحزاب وزارة الداخلية وما بادي واللي بيها واللي قاعد يمثل الشعب قد هو دولة، فهو إنسان فاشل أستاذ عمر، فاشل. يعني ما ممكن أنه يقدمون فتشي لا للشعب ولا للأمريكان ولا للعالم كله يقدمونه نهائيا. هذول الناس فاسدين جو يقتلون الشعب العراقي ويدمرونه، يعني خسرانه، يعني مثل ما مضحكه للعالم كله، مضحكه. يعني والله يا استاذ عمر احنا من هيك كلام قاوين مالتهم من يقولون انه الشعب هو اللي يخبر، لان يعني احنا كنا بالتسعينات غرب الالفينات كانت اكو عندنا حكومه قويه، نعم كان عندنا ضباط وجيش وشرطه موجود. من يصير الحادثه ومن يصير اي يعني فتشي عمل تخريبي او ارهابي او من هذا وما الى اخره، راسا المواطن يبلغ. ليش؟ لان يعني عمل المواطن الحكومه سانته وتحميه. بس عمي قبل لا اكو كاميرات مراقبه، لا اكو كاميرات مراقبه ولا اكو انترنت ولا اكو اقمار صناعيه. نعم ما كانت استاذ لا كاميرات مراقبه، بس كانت اكو عندنا الغيره العراقيه استاذ، غيره على وطنه على حبه على ناسه واهله استاذ. من هذه هم نفسهم الاحزاب اللي كانت بالتسعينات وبالثمانينات اللي هي كانت اساس التخريب ذاك الوقت، والان هم نفسهم استاذ عمر اللي هم نفسهم بيخربون، وكثره هذه الميليشيات وكثره هذه الاحزاب هم بنفسهم. ما ممكن الاعتراف في نفسهم استاذ عمر، ما ممكن نهائيا. هسه مقدمه المظاهرين عطوا اساميهم، قدموا اساميهم، قالوا من هاي الجهه. طيب الشعب بده يعرف، بدي اقول لكم فلان جهه فلان جهه فلان جهه. طيب انتم سويتوا على مود والله المواطن يبلغ من يطلق سوار كاتيوتا. أنا أشكرك أبو عمر من بغداد كان معنا، مستمرون معكم أعزائي المشاهدين بتقديم هذه الحلقة. نأخذ هذا الفاصل ونعود إليكم. جريمة لن أسكت عنها، ويجب أن يكون ودم الشهيد في عنقي وأنا ولي الدم. اعتبرناه حزانه. اريدها منك والله، اريدها منك تيدي. معيزه بقى بحياتك وشام اخوي ودم امي ان شاء الله، والقطره سفره اللي بتكون. أغانيكم حزينة، يقولون أغانيكم حزينة. هو إحنا يا عم إيش بدنا؟ اهلا بكم من جديد اعزائي المشاهدين، معنا اتصال شاكر من بغداد، تفضل شاكر. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله، اهلا وسهلا بك. تحية لك وتحية كاتب قناة الرافدين. يا اهلا بك، اهلا وسهلا. اخ عمر حاليا من يقولون من يحملون المواطن المسؤولية ويقولون المواطن عليه ان يبلغ
على يطلقون صواريخ على السفارات الأمريكية وعلى ما بلغ يتعرض للمساءلة والمحاسبة. نعم هم مثلا من يقولون هذا الكلام يعني زين هو مصدق كاظمي مو لزمهم بالبعثة لأنه من لزمهم بالبعثة ليش ما حاسبهم؟ ليش ما حاسبهم؟ مثلا يقول المواطن العراقي إذا ما يبلغ على الصواريخ أو مطلقين الصواريخ يحاسب المواطن العراقي زين هو العدو مو لزمهم بالبعثة ليش ما حاسبهم؟ ليش ما راح ضربهم؟ ليش ما عدمهم؟ ليش ما حاكمهم؟ بس أخي عمر هم هذول خاصة سياسيين من مصطفى الكاظمي للحكيم المقتدى الصدر للجعفري للخشعلي للعامري هذول كلهم ميليشيات أستاذ عمر السياسيين هذول كلهم ميليشيات يا أخي عمر. نعم أنا ما أقول لك يقول دول السرايا دول والله حتى حرام واحد يقول سرايا السلام دول حتى السلام ما يعرفونه والسلام كلمة اسم من أسماء الله الحسنى السلام دول السرايا الدمار سرايا الدمار اتفقوا الدماء العراقيين دمهم العراقي انتهكوا أعراض العراقيات انتهكوا أموال الشعب العراقي باقوا الخزنة العراقية أقول اليوم أنا مو 15 بالشهر من يوم السلم مستلم الراتب دول الموظفين ممكن ما يروح على الكاظم يقول والله الخزنة فارغة زين شاكر شن فأسر هاي الحركة حركة حكومة مصطفى الكاظمي من افترت على عشرات الألوف مئات الألوف من المواطنين نعم. حتى تأخذ منهم تعهدات خطية بالإبلاغ على مطلقي صواريخ الكاتيوشا شن فأسرها اخ عمر انت يعني كل واحد من تحكي وياه ما تفسيرها مبين اخ عمر تفسيرها مبين هو مو لزمهم يعني انا والله تعجب يعني انا هسه نوبات اقعد انا بيني وبين بيني وبين نفسي وافكر اقول زين هو من لزمهم ليش قاعد ما حاط على حاليا يحمل المواطن العراقي مسؤوليه المواطن العراقي هي سلب منه الامان سلب منه حقوقه سلبت حقوقه سلبت الخدمات لا هو محصل أمن بالعراق لا هو محصل لا محصل لقمة عيش هنيئة ذولاك المواطنين ذولاك الثوار صار لهم سنة ومش مشكلة هذا اللي اعتقل هذا اللي استشهد وهذا اللي اقتالوه من اللي حاسبهم أخي ما أكو التصليم اللي اتصلوا على قناة الرجال يقولون بعض الناس المسيئين لا والله يا أخ عمر كل الحشد الشعبي ميليشيات وكلهم طائفيين وكلهم قتلة وكلهم مجرمين لأنهم ذولا مدرستهم إيران مدرستهم جارة سلو إيران ذولا مجرمين أسأل الله عز وجل أن يسلط عليهم عذاب من السماء. شكرا شاكر من بغداد كان معنا أبو أحمد من الرمادي تفضل أبو أحمد السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله أهلا وسهلا بك الله يحفظك أخوي يا أهلا بك بالنسبة للموضوع حلقة اليوم يعني موضوع جدا مهم هو أنا أقول لك موضوع أنه أسميه وضع المواطن العراقي تحت المطرقة والسندان يعني بين المطرقة والسندان يعني يا أما تقع بالسندان يا أما في كل مطرقة يعني موضوع إحراج المواطن العراقي اللي هم أطراف المنطقة الخضراء يعني أو أطراف بغداد زين هو هذا أنه على أساس يبدون بجهة استخباري أو بجهة استخباراتي على ما يقولون يعني هل أنه يوجد للمواطن يعني نباهة أنه يكون سيارة تجي سيارة بشكل ثاني شكل عسكري تدري أنت حاليا الميليشيات اللي تسمى نفسها فصائل المقاومة اللي تابعة لإيران تلبس زي عسكري وتعرف أنت بغداد أشكال الفصائل أشكال يعني
الزي العسكري الموجود داخل بغداد، ما تعرف هذا علم وطني، ما تعرف هذا استخباري، ما تعرف هذا جيش، ما تعرف هذا شرطة، يعني خلطة الأوراق. زين هو من يجي يفتر طب المنطقة وسيارة محورة ونفذ الأمر وراح. وتدري أنت حاليا تطور يعني صارت الآن إلكتروني، انطلاق إلكتروني يعني وقت توقيت، تعرف هذا الشيء موجود من زمن بداية الاحتلال ونعرف هذا الشيء. زين هل الحكومة أنه ما تعرف بالأمر هذا الشيء، يعني ما تعرف هذا الشيء؟ لا تعرف، لكن هو هذا موضوع تلهية. بالنسبة لمصطفى الكاظم أو الحكومة ككل، موضوعها جاية موضوع تمثيلي، يعني جهة تمثيلي، ونقول تمثيلي يعني ضحك على الزقون، يعني تعرف من اللي يطلق، ما تعرف من اللي وراء هذا الأمر، والرؤوس موجودة في يمها، يعني موجودة داخل منطقة خضراء. زين أنت ليش ما تقطع رأس الحية وكل شيء ينتهي؟ ليش تخلي موضوع تايه وتفيد السيطرة وتمثل على العالم؟ ما يقدر أبو أحمد، ما يقدر. هم اللي جابوه على رئاسة الحكومة. تمام الكلام، الكلام حلو. زين أنا في من عندي أنا أساعدك بشنو؟ يعني هل إنه الاستخبارات راح تحميني أو تقول مثلا الشخص اللي بلغ تكون موضوع يعني كنت ما موضوع مثلا ما تستر علي، فلهذا بلغ أقول يابا أكو شيء صار بهذا المكان، هل إنه الحكومة راح تحفظ عليه؟ لا. تدري أنت حاليا موجود الجهاز الاستخباري كلهم تابعين الميليشيات، والميليشيات داخلة بكل فصائل الحكومة الدولة، يعني داخل بعمق، يعني نعرف احنا الدولة العميقة بعد ما ما ما, ما حاجة واحد يفصلها. اذا اني ينفضح اسمي وما ما اعرف باي ساعة، يعني او ما امن امشي بالشارع، يعني صراحة من يقدر، من اللي جازف بهذا الامر؟ الا اذا شرط انه اذا يطلق، يعني اذا اكون من الطرف الاخر، احنا نقول من الطرف الاخر يعني حتى لو كنا يقولون طائفيين، لا لو شخص لو السنة يطلقون صواريخ كان قلبت القائمة، يعني قلبت القيامة بغداد وأطراف بغداد. وتدري أنت حاليا اللي موجود أطراف بغداد كل اعتقالات، والبارحة هذا المعاون الزرقاء، وهاي أفلام هندية يوميا مرة علينا تلهية. زين الكاظمي يقصر له من السلم، يقصر له يواعد يروح لأمريكا، يرجع من أمريكا يروح ما أعرف الإيران، يرجع من إيران ها راح نقضع الميليشيات، القوا القبض على كم واحد يجي أفلام هندية وضعوهم داخل السجن. تمثيل يعني هذا التعهد الخطي أبو أحمد نعتبره فيلم هندي من حكومة مصطفى الكاظمي؟ ويام تعهد خطي أخي العزيز، ويام يعني سألتني سؤال أريد أجاوبك وحتى أفهم من عندك. نعم أنت تقول هاي أفلام هندية هم سووا تعهدات خطية افتروا على سكان المناطق اللي داير ما دور المنطقة الخضراء، داير ما دور مطار بغداد، وقعوهم على تعهد إذا ما تبلغون على من يطلق الصواريخ الكاتيوشا ترى أنتم تتحاسبون. تمام ما. أنا مو قصدي فلان هندية على التعادة خطي دا أحكي لك على المواوية المواطنية، لا 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 هو أقصد حركة الحكومة بالضبط. نعم كأنه تحملني أنا تفتر علي وتعهد خطي. زين بالله عليك أنت تعرف اللي يفتروا من هم؟ أنا دعوة أسأل سؤال، من اللي افتر على المواطنين وقالهم تعهد خطي؟ هم نفسهم اللي طلبوا صواريخ. أنا أقول لك يا صراحة هم نفسهم، ليش حتى يقولون إحنا نفذنا أمر، إحنا مشينا بموضوع إنه حتى يكون إعلامي أكثر. زين المواطن من يقدر، من يقدر يعبئ نفسه خطر نفسه لعائلته؟ أتحد يجوز اثنين ثلاثة تابعين للحكومة يجوز وقع وتعهد خطي وما يبلغ، ويجوز وقع وضغط شلون نقول ضغط صارت ووقعوا، بس بوقت اللحظة اللي تصير ما يقدر يبلغ. ليش؟ أنت تعرف، تعرف وضع العراق والناس كلها تعرف، اللي يسمعني كلها تعرف. ما حد قبل شوية تابعت برنامج، ولو أطلت عليك شوية تابعت برنامج على قناة زاغروس، كان ضيف البرنامج الشيخ بياتي إبراهيم بياتي اسم العفو اللي موجود بربيل، الشيخ العشائر، وضيف من سيد الشهداء، وضيف من أمريكا. لو تعرف اللي صار الجدال بيناتهم، أو الضيف اللي بأمريكا هو عضو مجلس الكونغرس الأمريكي عن الحزب الديمقراطي الأمريكي، قال إحنا ما حد تفاوضي وإحنا ما تفاوضي أحد، التفاوض كان بيناتهم هم، وهم وقفوا العمليات، صار ضغط. بالنسبة لإحنا الأمريكان أي حركة، أي حركة تصير من عندهم راح يكون عليهم رد قاسي جدا. زين هاي الافلام مال هذا ابو فدك وما ادري شنو،
انه احنا نوقف وما ادري شو هاي زين، ما يعلم يقول من هو اللي وقفه، من هم الهدم. اعطونا اسماء اقول من وقفه، هنعرف من الميليشيات ومن المقاومه اللي عاد حسب ادعائهم هم، من الفصائل، من الحشد، ما نعرف بعد. تاهت علينا الاوراق اخوي العزيز. الحل الامثل، انا قبل شوي شفت مقطع شباب الناصريه، بالنسبه لشباب الناصريه انطوا تعهد بانه يوم 25 بالشهر اكو مظاهرات في العراق، بعد ما بيها مجال، ماكو انتخابات. انا اقول مو الحكومه تقول تنطي مواعيد ومواقيت، لا، لان هذا ضحك على الذقون. الخلاص احسن، واحنا نحمل المسؤوليه الاكبر. الاكبر. وانت اليوم شفت، والبارحه واليوم ترامب فضح منه المسؤولين على تسليم المحافظات السنيه لداعش. والناس كلها شافت وانعرفت الاوراق وانكشفت، وراح تنكشف اوراق اكثر قبل الانتخابات، راح تصير امور اكثر. الله يعني، الله اعلم. وبعد الانتخابات انا اشكرك ابو حمد من الرمادي، كان معنا ابو محمد من السماوه. تفضل ابو محمد. السلام عليكم، شلونك؟ السلام ورحمه الله وسهلا بك استاذ عمر. بالنسبه للتعهدات، يعني ماكو شيء حكومه تشتغل هذا الاستخبارات، انه تعال ابن المنطقه اللي هو يكتب تعهد يخبر على الخلايا الكاتيوشا. زين، انا ابن المنطقه اريد اخبر على خلايا الكاتيوشا، وين اعرف اسمائهم؟ وين اعرف من يتبعون؟ اريد امشي اقدم مثلا بلاغ عنهم، شو اكتب؟ شو اقول بالبلاغ؟ ما تعرف من عندهم اذا هم غرب على المنطقه، ما حد يعرف ناس. نعم، اصلا هي المنطقه متاذيه من عندهم ومن تصرفات. زين، المخبر السري وين صار؟ هذا المخبر السري كان ياخذ شباب المناطق وهسه السجون بسبب الاخبار الكاذبه اللي يطيها المخبر السري. ليش ما هو يخبر على ايضا ويخبر على الخلايا مالكاتب؟ ثانيا، التحالف الدولي مو عنده طيارات ويضرب بين فتره وفتره خلايا داعش؟ ليش ما يضرب هاي الخلايا من يصد عن طريق الرصد الجوي والكاميرات والاقمار الصناعيه والطيارات المثيره؟ ليش ما يضرب هاي الخلايا؟ زين، ليش ما ينسق الكاظم من ويا التحالف الدولي ويعطونا معلومات ويزودونا اذا هو صدق؟ ما بس هذا الحكي مو صحيح. الكاظم يعرفهم كل زين، ويعرف ان دول الاشخاص هم ترجع مثلا الى حزب، اي حركه، جهه سياسيه تدعمهم. نعم، في هذا العام ما اعتقد انه الكاظمي رجل اعلامي يريد يخلص هاي الفتره كيف ما كان. يعني شلون يعني اللي يقضيها براسه اعلاميا؟ نعم، بروباغندا اعلاميا. نعم، يعني استعراض للاحداث وللناس، وانه انا سويت كذا وانا قاعد الاحق الخلايا هذه. وهاي مو مسؤوليه، احنا ما شايفين الشعب. يعني شفنا العقل الاستخباراتي قبل بايام التسعينات والثمانينات، والاجهزه اللي يعني مو متطوره مثل ما هسه موجود، اجهزه حديثه واجهزه استشعار عن بعد وكاميرات ورصد جوي. يعني كانت ناس تعمل امكانيات بسيطه وتقبض على الفاعل بسهوله و بشكل سلس وسهل، يعني بدون اذيه لاي انسان. بس مبني تعهد تحمل مسؤولية. زين، انت مو تقول انا رئيس جهاز مخابرات، انا مو انسان. نعم، اعمل بشكل الاستخبارات. نعم، وينها يعني؟ وين وينها ابداعاتك؟ وين تفانيكم بالعمل؟ وين براعتك بالعمل؟ هاي الابداعات اخذ تعهدات من المواطنين، هذا اخر ابداع. شنو يعني المواطن؟ شنو استاذ عمر؟ شنو؟ نعم، هو متاذي المواطن، هو متاذي من المخبر السري. يعني ابناء الشباب هاي المناطق الحزادات والغير، مو هذه اللي ياهم كلهم جن الحوت بالناصريه وبالبقيه. نعم، يعني حاطينهم بس. انا اشكرك ابو محمد من السماوه، كان معنا. طبعا قبل اسبوع أعلن متحدث عسكري عن تحقيق تقدم بملف الهجمات الصاروخية اللي تستهدف المنطقة الخضراء وسط بغداد، وشدد على أن عملية فرض القانون وحصر السلاح بيد الدولة مستمرة،
وأكد المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة في العراق اللواء يحيى رسول التوسط إلى خيوط مهمة بشأن إطلاق الصواريخ تجاه المنطقة الخضراء التي تضم مبنى السفارة الأمريكية في العراق. ما أدري شنو الجماعة سالفتهم ويا الخيوط، يطلع المتحدث باسم الكاظم يقول له خيوط، يطلع المتحدث العسكري يقول له خيوط. أشار إلى استمرار عمليات فرض القانون وحصر السلاح بيد الدولة، ولفت إلى أن الجهد الاستخباراتي هو الحاضر، لذلك اليوم العمل جار وفقا لخطة استخباراتية دقيقة توصلنا من خلالها لخيوط مهمة بخصوص إطلاق الصواريخ. تابع بأن اللجان التحقيقية التي شكلت بأمر القائد العام للقوات المسلحة كانت الغاية منها الوصول إلى مطلقي الصواريخ باتجاه المنطقة الخضراء وباتجاه المواطنين، وكان آخر تلك الهجمات في الرضوانية التي ذهب ضحيتها قتلى وجرحى. وأوضح بأن عمليات فرض القانون وفرض هيبة الدولة، ما شاء الله شكبر هالكلمة، والسيطرة على السلاح المنفلت مستمرة ولن تتوقف إلى حين الانتهاء من موضوع النزاعات بالتنسيق مع العشائر العراقية الأصيلة، كما جاء في بيان المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة. احنا قبضنا بس الخيوط من الجماعة وكل شيء ما افتهمنا، وهي آخر شيء، هاي الفرارة والفيلم يأخذون تعهدات من المواطنين اللي هم ساكنين داير ما دور المنطقة الخضراء، طبعا يعني مناطق كبيرة مئات الآلاف، وحول مطار بغداد. يابا بلغونا إذا إجا وأطلقوا الصواريخ خابرونا على الخط الساخن، قولوا يابا ترى ذولا إجا ويطلقون صواريخ، تعالوا أخذوهم. والله يعني شر المالية ما يضحك، وإذا ما تبلغونا ترى نحاسبكم. شون دولة ما شاء الله، دولة 10 على 10. إذن تحدثنا في هذه الحلقة حول فرض حكومة مصطفى الكاظمي على السكان الساكنين بمحيط المنطقة الخضراء والساكنين بمحيط مطار بغداد الدولي، إلزامهم بتوقيع تعهدات خطية بالإبلاغ عن مطلقي صواريخ الكوتيوشي، وفي حال عدم إبلاغهم سوف يتعرض السكان للمساءلة من قبل الحكومة. قبل تحية الختام نذكر بتردد القناة الجديد لقناة الرافدين، وهو 1.0727 على القمر نايل سات، لذا يرجى من متابعينا ضبط أجهزتهم على هذا التردد الجديد 1.0727 على القمر نايل سات. وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة أعزائي المشاهدين، شكرا لكم وإلى اللقاء بإذن الله.